على إيران، على إيران أن توقف دعمها الحقيقة وتدريبها للميليشيات، كما على العربية السعودية الحقيقة أن توقف دعمها لبعض الفصائل السياسية هنا وهناك، لأن هذا تدخل بشؤون الدول. نعم، لا أحد ينكر ذلك. حتى في لبنان أكو صح دعم ميليشياوي في لبنان، ولكن أكو دعم سياسي أيضا. صحيح هو الموقف قد يكون عربي، إحنا ما عندنا خلاف عليه، لكن التفاصيل تترك للشعوب. هذا أولا. ثانيا، على إيران أن تبطل نهجها الذي يعلنه آخر شيء قبل يومين مستشار الرئيس الجديد، يقول أنه بغداد عاصمة للإمبراطورية الفارسية. هذا النهج يستفز الشعوب، نعم، وقد يحولها إلى أن تقاوم. والأخ قيان يعرف قيمة المقاومة. لا تستطيع دولة أن تجر دولة وتلغي هويتها لاعتبارات مذهبية أو ما شابه ذلك. هذا يجب أن يتوقف. نعم، الإعلام الذي يسقط قيمة الإسلام والمذاهب والتنابز، هذا يجب أن يتوقف. أكثر من 700 قناة ترعاها الدولتين، وأثرت الحقيقة كل عبارة تصدر طائفية في إحدى القنوات يسقط أمام شهيد عراقي بريء ليس له ذنب. نعم، هذا الذي يجب أن يناقش. لا تناقش الأمور بشكلها الفوقي. هنالك أزمة تسببت بالدماء، تسببت بتخريب الدول. نعم، نحن علينا أن نقف كشعوب في هذه المنطقة، لا نسمح لتدخل أمريكي ولا إسرائيلي وما شابه ذلك. بالنسبة لتركيا، تركيا ليست ممنهجة على هذا النهج. هذا نهج أردوغان، هذا وقتي. أما إيران قاعدتها الفلسفية لهذا النظام هو قائم على الثورة الإسلامية عزيزي، وعلى تصدير الثورة الإسلامية بالتالي. نعم، هذا لا ينكر. جيد. أما تركيا هي حالة زائلة، صندوق الاقتراع في إسطنبول قد يغير أردوغان ويأتي بشخص آخر. لذلك هي ليست لديها الحقيقة بمعنى منهج مذهبي تريد أن تستغل المذهب. نعم، ولكن هذا وقتي. وجود قواتها في العراق الحقيقة، ترى اللي ما يعرف يعرف، بموافقة الحكومة العراقية كما القوات الأمريكية. الإعلامي زور، الإعلامي زيف، المسؤولين يتحدثوا شكل.